ضيف فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس هو أستاذ تعليم فني وكذلك ممثل مسرحي وتلفزيوني هو هشام بلوري. رمضان مبارك ومرحبا بك لأنفاس بريس. علينا وعليك، يدخل بالصحة والسلامة إن شاء الله. قولي يا سي هشام، دابا الطرائف الرمضانية كتختلف، شي طريفة بقات راسخة في الأذهان ديالك وقعات لك في رمضان، أما في المجال الفني ولا في الدار ولا في الشارع؟ طريفة في رمضان كنتذكر كان عندنا واحد العرض في عبد الصمد الكنفاوي، عرض مسرحي في رمضان. اييه قبل ما يسد كانت عندنا مسرحيه وكان عندي واحد الدور خصني نبدل الحوج، وعبد الله ودا عبد الصمد الكنفاوي كتعرف الكواليس فيه لتحت، لي لوج كاينين لتحت، هبطت فداك السلوم اللي داير وتودرت لي ديك العمامه، بقيت كنقلب على العمامه اللي غدير فوق راسك. عندها دور مهم في المسرحيه. هو بطبيعه الحال راه انا هو شيخ القبيله. بقيتي كتقلب؟ بقيت كنقلب. المسرحيه كانت سميتها غريب في الدوار ديك الساعه وتعطلت عليهم، هما بقاو كيرتاجلو كيتسناو هشام بلوري يدخل لا هو العمامه بكل تواضيع. كانت تعطر لهم الحمامه. قولي يا سي هشام، الجديد الفني ديالك في هذا رمضان ان شاء الله؟ بإذن الله في هذا رمضان إن شاء الله. أنا صورت، ما عرفتش واش غيكون في رمضان ولا ما يكونش في رمضان، مؤخرا صورت مع المخرج الصاعد والمتألق عمر لطفي فيلم من إنتاج الرضوان، كان عندي الحمد لله شاركت معهم، وشاركت في المسلسل المغربي اللي هو مسلسل إن شاء الله سلسلة غدوز إن شاء الله سيئة فرمدان جبونس با فرمدان، المهم ما عرفتش، المهم كان عندي شغال معهم في المسلسل. وعلى صعيد المسرح؟ صعيد المسرح حاليا غير كندرس المسرح، ما دابا كتقري انت المسرح استاذ ديال المسرح، وكنشتغل مع بعض الفرق كاداره الممثل او ك سميتو في التقنيه ديال الاضاءه وما ولا في الخشبه، هادشي اللي كاين دابا حاليا. في الديكور؟ لا الديكور ما اشتغلتوش، ولكن عندي المام على الديكور، ممكن ندير اما اداره الخشبه ولا تقنيه الاضاءه. هي هذا رمضان الناس؟ لا كاين عندنا واحد العرض ان شاء الله قريب في خريبكه، وكاين عروض، كاين عروض مع فراقي، ولكن قلت لك غير اما اضاءه واما اداره الخشبه. يعني ماشي في التمثيل؟ لا التمثيل في المسرح حاليا ما عنديش شي دور، ولكن ان شاء الله يكون جديد عما قريب ان شاء الله. ان شاء الله، وشرفتيني على انفاس بريس، ورمضان مبارك سعيد. الله يكبر بك علينا وعليك، شكرا بزاف. واش غتقول للمشاهدين ديال انفاس بريس؟ ونقول لهم رمضان كريم ويدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا باذن الله ان شاء الله، والله يجعل عواشركم كامله مبروكه. تحياتي السي هشام، تحياتي.